الوطنية نيوز، الواقع من المواقع. في إطار المهام الموكلة لإدارة الجمارك في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف أشكالها، لا سيما جرائم التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتنفيذا لتعليمات السيد اللواء المدير العام للجمارك، سنعرض الحصيلة السنوية لنشاط الفرق الجمركية العملياتية التابعة للاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية تبسة للفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2023، حيث تم خلال سنة 2023 تسجيل 226 عملية حجز و 1835 قضية منازعتية، كما نوجزها كالآتي: في مجال مكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، تم حجز المخدرات والمؤثرات العقلية، تم خلال سنة 2023 تسجيل 226 عملية حجز و 1835 قضية منازعتية، كما نوجزها كالآتي: في مجال مكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، تم حجز المخدرات والمؤثرات العقلية بإجمالي 23 قضية، منها 343204 قرص مهلوس وقرابة 13 كيلوغرام من الكيف المعالج، كما تم تسجيل 6 قضايا متعلقة بالمشروبات الكحولية بإجمالي 9522 وحدة. أما فيما يخص الأسلحة والعتاد الحساس، تم تسجيل 3 قضايا متعلقة بالأسلحة والذخيرة والعتاد الحساس، منها بندقية صيد بحرية و 3253 خرطوشة صيد مملوءة و 12 كاميرا مراقبة، كما تم حجز 191 وسيلة نقل، منها 119 سيارة محل الجريمة مزورة و 72 سيارة مستعملة في جرائم التهريب. أما فيما يخص عمليات الحجز المتعلقة بالمواد المدعمة ذات الاستهلاك الواسع، تم تسجيل القمح اللين 926 قنطار، القمح الصلب 160 قنطار، زيت المائدة 35000 لتر، السميد 81 قنطار، العصير 46000 وحدة مختلفة الأحجام. أما بخصوص المحركات وقطع الغيار المستعملة، قدر عدد القضايا المتعلقة بها ب 12 قضية، نتج عنها حجز 56 محرك مستعمل و 344 قطعة غيار مستعملة. بالنسبة لمواد التجميل، قدرت كمية المحجوزات بأكثر من 94000 وحدة. أما بالنسبة للبضائع الأخرى، تم حجز حوالي 12 قنطار من كبد البقر المجمد و 400 قنطار من بيكربونات الصوديوم و 200 قنطار من أعلاف الدواجن. في مجال مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج الوطن، بلغ عدد قضايا الصرف 5 قضايا، نتج عنها حجز قرابة 29000 أورو و 8000 دينار تونسي. فيما يخص حركة عبور المسافرين من وإلى خارج الوطن، تم تسجيل عبر المراكز الحدودية البرية الأربعة بوشبكة، راس العيون، المريج وبتيتا، دخول حوالي 994000 مسافر وتسجيل خروج 995000 مسافر خلال سنة 2023. في الختام، يواصل أفراد الجمارك الجزائرية المرابطين على مستوى جميع الفرق العملياتية والمراكز الحدودية وعبر كافة المصالح والوحدات الجمركية عزمهم التام على التجند المتواصل لحماية الاقتصاد الوطني والمواطن والتصدي لكافة أشكال الغش والتهريب والجرائم العابرة للحدود خدمة للوطن والمواطن.